بعض النصائح والوصفات من اجل الشباب الدائم لوجه العيالات الصحه القوه لكل شيء. ولاول مره يمكن غادي نعطيو هذه الوصفات جديده. وي اختي يلا الور نبداو بسم الله. بسم الله. الور اول حاجه chaque jour on doit boire des tisanes antioxydantes. الور نشربوا يوميا واحد الكاس من المغلى ديال الاعشاب التاليه اللي ضد الاكسده ديال هذا. الور عندنا مثال بسيط من احسن الحوايج العشوب. دابا تنهضروا تنعرفوا لي زونتي اوكسيدون موجودين بزاف لي فروي خاصنا ناخذوا لي فروي خاصنا اما ما تنعرفوش العشوب واش فيهم ولا لا. بعض العشوب مهمين بزاف للجمال والصحه للذات كلها. الور يعني الجمال ماشي داخليا ماشي خارجيا يعني نديروا ماسكات داخليا هو المهم ومكياج ولكن داخليا هو المهم. لا بغينا الشباب راه من الداخل من الماكله ديالنا ومن التغذيه ديالنا. الله يرحم الوالديك. الور غنمشيو للوصفات بساط. الور نعطيو مثال بسيط. قلنا نشربوا يوميا واحد الكاس من المغلى كاس قبل الفطور الغداء العشاء الناس 4 الخطرات في النهار من المغلى ديال هاد الاعشاب اللي غنذكروا. هاد الاعشاب راه مهمين بزاف وصالحين بزاف وراه هضرنا عليهم قبل. الور لا بدينا بالنوبه هذاك باش نبداو بالزعتر. الزعتر وهضرنا على الزعتر تاعينا والمزايا ديالو وكل شيء. الور قلنا الزعتر للشعر، قلنا الزعتر للوجه فعال، قلنا الزعتر داخليا شرب خارجيا بعدا كينطفح جلدي كامل. قلنا الزعتر راه سي ان انتيسيبتيك دونك مطهر مضاد حيوي انتيبيوتيك فعال ممتاز. الزعتر مثال بسيط بعد النقاط ديال الروح ديال الزعتر لا خلطناه مع شويه ديال الزيت راه جهد من الكول 95 دوغري مازال نقدروا نلقاو بعض لي جيرم في الكول ياك ندوزوه كل شيء. ما الزعتر ما تيخليش يعني طرد الميكروبات وهذا الشيء ترمتات كاين خارجيا فتاك بالجراثيم. الروح ديال الزعتر ما تدارش الجلده لا دارت الجلده تعطينا واحد الالتهاب في البلاصه اون ايريتاسيون سور لو شون يعني قويه مجهد قويه. واحد الروح ديال الزعتر كان عند خوك والله اختي خطير خطير راه رشه وحده الدنيا كلها تتقصر بريحه ديال الزعتر. الزعتر ممتاز لان الزعتر راه رقم واحد للصدر ومشاكل الصدر. قلنا واحد الوصفه سهله قربوا الضيقه والناس عندهم الضيقه ونكرفس عليهم وكل شيء. راه قلنا غير العسل ديال الوصفه المفرده دائما احسن من الوصفه المركبه. قلنا الزعتر العسل ديال الزعتر بالشهد ديالو بلا شهد ما تيشافيش. اش قلنا للشهد راه باش تصاوب ديك النحله داك الشهد ديك الشمع ديال النحل ياك راه خاصها تاكل بين 7 حتى 9 كيلو ديال العسل باش تصاوب لينا كيلو ديال الشهد اللي تلوحو اللي ما تيسوى والو حنا يعني العسل ديال الزعتر بالشهد ديالو. اذا مثال بسيط لكن الدري صغير معلقه صغيره كان بالغ معلقه كبيره مع ليكيفالون د 81 غرام راه ثقيل العسل بالشهد ديالو. لا خديناها يوميا قبل الفطور غيدوز واحد الشهر غير اللي تنسميو الرابوز لافونتولين وكل شيء يجي من الله. يجي من الله تشافينا ما تشافيناش خصنا واحد 10 شهور حتى العام وحنا تناخذوا يوميا قبل الفطور تناخذوا معلقه كبيره مقدار تقريبا 80 حتى 100 غرام ديال الزعتر قبل الفطور بالشهد ديالو وندغوا داك الشهد بحال المسكه وندوبوه. الشفاء التام ضد الربو الواحد يمشي فين ما بغى يمشي السويد النرويج كندا فين ما بغى البرد ما عندناش مشكل. هذا سولمون حنا تنعرفوا لك كثرنا من السكريات دونك الزعتر راه حلو داكشي يقدر يعطينا الحرقه غاستريك دونك اون اسيديتي غاستريك. في هذه الحاله راه نتفاداو بسهوله اما باش قلنا الفجل قبط الحرقه قلنا الفول الرحمه الحرقه قلنا زريعه الكتان دونك عندنا حوايج اللي نقدروا نستعملوهم باش ناليمينيو هذا المفعول الجانبي باش نهرسوه. دونك العشبه الاولانيه كوم اونتي اوكسيدونت قلنا الزعتر ياك دونك يعني مغلى الزعتر بحال اللي غادي نشربوا مثلا 5 كيسان ديال الاتاي نوعوها ناخذوا جوج اتاي وجوج الور الزعتر تبع شنو هي زعيطره. الور القانون في القديم حنا في المعرفه الشعبيه المغربيه الور والعربيه الاسلاميه حتى هي الور عندنا الزعتر جهد من الزعتره. الور حديثا في العلم الحديث راه الزعتره جهد من الزعتر هذه معلومه يعني قوه في المفعول من الزعتر. الور زعتره ممتازه عندنا الزعتر عندنا زعتره عندنا اليازير راه كنا واحد القصه على الجمل ديال اليازير ديال لاري اللي ما بغاتش تشرف الور اليازير بالتجاعيد المبكره من الحوايج اللي مهمين. الور اليازير مهم بزاف 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 اكثر من المغلى اليازير ممتاز معلوم هذاك مي سور قلنا الزعتر واليازير اللي عنده ليبرتونسيون ارتفاع الضغط الدموي الحذر من الهدف يعني ابتداء من العشرينات الفتاه كتقدر تبدا تشرب مغلى اليازير من العشرينات سن البلوغ قال لك صافي. سن البلوغ سن البلوغ من البلوغ بدات تخدموا على اليازير. الزعتر، زعيطره، اليازير، هاد ثلاثه، ثلاثه العشبات بثلاثه بنان، بثلاثه مزيانين، بثلاثه زوينين، فنين واعرين. اذا كان الزعتر، الزعيطره واليازير. واليازير اش عندنا؟ عندنا لاميليس، لاميليس هي حبق الترنج، الوغ هذاك ولا لا سيترونيل كون ابيلو سي سيترونيل، الوغ لاميليس بنينه لذيذه فعاله مذاق زوين، رائحه زوينه وكل شيء، عامره بلي زونتي اوكسيدون. عندنا النعناع خاصة الملقم والعبدي. الور سمعي الملقم والعبدي ممتازين. النعناع انا عزيز عليا، تنشرب بزاف النعناع وتنتمتع في النعناع. الور المخير اللي فيه لي زونتي اوكسيدون، النعناع الملقم او النعناع العبدي، ولكن كاع النعناع راهما مزيانين. عطاب الله النعناع اللي عندنا منهم تاع البري، ها المرسيطه، ها المريجو، هذا الشيء كلشي انواع ديال النعناع او خلطه، يعني عشبه من كل نوع هي مزيانه. راه ندير واحد البراد راه عندنا ندير لي تيزان، غنجيو للحصه ديال لي تيزان وغنعطيو لي تيزان باش الناس نيت هما يتمتعوا شويه ويبدلوا، حيت عندنا تنشربوا لويزا ولا اتاي، هادشي اللي تنشربوا ولا القهوه. الوغ كنقدروا نشربوا المئات ديال لي تيزان. وعندنا ما تنساوش راه المغرب راه عندنا الاعشاب المنسمه رقم واحد في الدنيا، حنا في الاعشاب المنسمه تتنوض بوحدها سبونطانيمون. عندنا لي بيو كليما، عندنا بيئات خاصه، والبيئه الخاصه اللي كتنمو فيها كتعطيها جوده عاليه. فوالا تاونات راه فيها العجب اختي، تاونات راه فيها العجب العجاب. والله على مرد الدوش، والله على ماشي غير هكاك، المناظر خلابه والاعشاب الروائح منسمه والفن وكل شيء. والله اختي العيشه زوينه تماك، اش مديناش فيها. غنبقاو في حلاوه العيشه تماك، وغادي نحييو الناس ديال تاونات اللي كيسمعوا لينا وهاد المناطق كاملين. تحيه كبيره خاصه في هاد الفقره، هذه فقره عندي دواك. اول فصل اشهري ومن بعد راجعين نواصلوا دائما مع الانواع ديال المغلة ديال الاعشاب اللي ممكن نقدروا نستافدوا من الناحيه الجماليه، يعني اللي كتحافظ على الشباب وكذلك على نضاره البشره. كنا تعرفنا على الزعتر، الزعتره واليازير، والقائمه مازالت طويله بعد الفصل الاعلاني. رجعنا بعد رحلتنا من تاونات، رجعنا لكازا. اوكي نكملوا اختي، نكمل دونك. اش قلنا في العشوب؟ قلنا الزعتر، الزعيطره، الازير او لو روماران ولا الكليل، حبق الترنج، لاميليس. واش قلنا في لاميليس؟ مهدئه الاعصاب رائعه، الفن في تهدئه الاعصاب ما نساوهاش. غالبا هاد الاعراض تتكون عند العيالات، اختصاصيه لاش الشقيقه، بوردون موندوري دونك الطنين الاذن، التاكيكاردي، خفقان القلب، لاستيني، العيا التام، وانهيار العصبي دونك لا ديبريسيون نيرفوز ولا ليتا ديبريسيف. هذه اختصاص ديال حبق الترنج اللي هو لاميليس. ما نساوش عامره بزاف بلي زونتي اوكسيدون. قلنا النعناع الملقم، النعناع العبدي، السالميه لاسوج، السالميه رائعه ممتازه. السالميه راه رقم واحد عند النصارى او لا فارماكوبي اوكسيدونتال كوم اونتي تومورال ضد السرطانات. الوغ السالميه ميزان ديال الهرمونات، قلنا شحال من خطره بنيته من البلوغ. السالميه ضد السكري، الفن. السالميه فونتر بلا دونك ضد الغازات المعويه والمعديه. السالميه للشعر. السالميه الرحمه، فيها العجب، السالميه للطفح الجلدي. السالميه راه صالحه لبزاف د الحوايج. الوغ هاد الاعشاب مهمين بزاف، عامرين بلي زونتي اوكسيدون. هذا الاولانيه. ثانيا اش خاصنا نديرو؟ لا بغينا الشباب يكون استاذ جمال لاميليس او الحبق الترنج، الناس اللي عندهم داء السكري ماشي مشكل، يقدروا ياخذوا. بيان سور ياخذوا هاد الاعشاب كلهم ياخذوهم. الوغ حيت كنعرفوا الداء السكري مع التوتر العصبي، يعني الناس اللي بدا السكري كيكونوا معصبين. الله يعطيك الصحة. وراش قلنا في الأكل، أو رحنا غنجيو راه كاينة هنا، اش قلنا البصلة واللوبيا الخضراء على الجوع راه جهد من الأنسولين، دونك البصل مهم بزاف. أنت تشوفي علاش نقولوا العشبة أو الخضرة المعجزة، دونك البصل والثوم. ألوغ نكملوا. أكل يوميا كمية مهمة من الخضروات والبقوليات، مهمه بزاف. بحال الرجله لو بوربي ممتازه. حنا تنهملوها، تتنوض بوحدها، فيها العجب اختي سميه رجله. وقلنا بين عريضتين، قلنا قبل هذه واحد 5 شهور ولا 6 شهور، الصحراوي من تيبغيو يسافروا وما يجيهمش العطش ياخذوا الرجله. الرجله عامره بزاف بالاملاح المعدنيه والفيتامينات، مهمه بزاف. جبدنا الرجله فاش؟ جبدنا الرجله في الوصفه ديال لونتي اوبيزيتي او البرول كراس، اللي بغى الضعاف، اللي بغى هذاك. قلنا الطيح اللي تياخذ يوميا الرجله، طيح 5 كيلو بلا ريجيم، نفس الشكل قلناها الثوم، قلناها البصل، قلناها بزاف د الحوايج، الخرطال عطا الله اللي هضرنا عليه. الوغ دونك اكل يوميا كميه مهمه من الخضروات، الخضرة كلها، اخي الزهل، هذه الخضرة هي الصحة ماشي اللحم. الصحة فين كاينة؟ كاينة في الخضرة والبقوليات كلهم. خذ مثال بسيط من البقوليات، عندنا الرجلة، عندنا الخبيزة، عندنا الحريقة، عندنا لي زيبينار الاسبانيخ، هادو كلهم. كل ما كانت الوراق غامضة الخضرة، الخضرة بزاف ياك، هذيك هي اغنى ما موجود واحسن الحاجة اللي تكال. دونك النوع ديال الشلايط ياك كلهم مهمين. البروكولي رائع، في العجب البروكولي، الحمد لله ولا تيتباع عندنا بسهوله، تلقاو في الاسواق، تلقاو في كل شيء. هذه ميزه جديده عندنا حنا. دونك اكل يوميا واحد الحفنه ديال الزريعه من وراء الشمس، الزريعه الكحله ياك اللي عند مول الزريعه ياك مهمه بزاف. لو تورنسول، لي غران دو تورنسول، علاش؟ حيت من الاغنى الحبوب لا بغينا نقولوا ولا الزريعات ياك، في الاحتواء ديالو على الكميه كبيره ديال الفيتامين او، ماشي المملحه اللي كتباع هذه العاديه، شوفي باش ما يكونش خلط. غير سمعي نقول لك الور، هي دائما الحاجه اللي كانت خضره احسن من اللي مقليه ولا اللي خات السخونيه او اللي خات العافيه ياك. حنا صغار ما عندنا لا ارتفاع الضغط الدموي لا والو، ما عندناش مشكل، نقدروا ناكلوها ما كاينش مشكل، ولكن بالغين وخايفين ونحل الحذر من ارتفاع الضغط الدموي ولا كثره الملحه، هذاك نتفاداوها. ما نساوش راه كيبعض الناس تيتفلح لهم لسانهم، تيطيب لهم فمهم وداك الشيء كامل، مناش تيجي الملحه، كثره الملحه او السكريات. دونك تعطيونا هاد الحوايج اللي زافت لهذا الشيء كامل بلا المرض ديال المعده وداك الشيء كامل. الور او ناخذوها صينه ونحمصوها غير في الفران ديالنا العادي بلا ملحه لا والو، بلا حتى حاجه، فوالا سخنا طفينا دخلنا هذاك تبخرات الرطوبه رجعت بسهوله. وشنو هي الزريعه؟ الزريعه راه رخيصه، رخيصه حفينه، راه عامره بالفيتامين او بين عريضتين. لا فيتامين او سي لا فيتامين دو لا ريبرودكسيون، ما نساوهاش، ضد خليه البشره وكتقوي ضد الضعف الجنسي، ما نساوهاش. طيب حنا غادي نمشيو، كيشيروا لنا فاصل اشهاري ثاني ومن بعد راجعين دائما لفقره عندي دواء كل يوم، كنخصوها المواد المساعده للنضاره والحفاظ على الشباب الدائم بعد فاصل اشهاري. طيب مستمعاتي رجعنا معكم، نتمنى تكونوا كتقيدوا معنا هاد المواد المهمه جدا، اول حاجه ضد الاكسده قلنا هذه فيها فيتامينات، خصوصا فيتامين او اللي قلنا فيه بذور ديال نوار الشمس غني جدا فيتامين او. شوفي اختي سميه، تفكرت واحد الحاجه البارح، سمعت واحد القوله لا باين قولتي صافي سمعتها والله تبقيت ضحكت تنفخت. واخا الو اش قلنا؟ اكل يوميا مقدار واحد الحفنه ديال الزريعه من وراء الشمس، التورنسول ياك، علاش؟ حيت غنيه بزاف فيتامين او، فيتامين او بو لان دي ميور اونتي اوكسيدون. الور اكل كذلك يوميا اشنا هو؟ خيزو الجزر ولا البروكولي ولا الكرافس، الاحتوائهم على ماده ضد الاكسده تحولها الجسم ديالنا لفيتامين ا. الور مثال بسيط، الجزر والبروكولي، الور عندنا ماده ان اونتي اوكسيدون اللي ديالنا تتحولها لفيتامين ا. راه حنا عارفين الفيتامين لا صالحه كاع، داك الجاهل اللي ما تيعرف والو راه تيعرف اوتوماتيكمون صالحه للبشره، الجلده، العينين، دونك سي لا فيتامين دو لا بو. دونك هذاك شرب يوميا على الاقل واحد كاس من العصير الفواكه متعدى، لا دابا المندرين والله اختي الفن المندرين الرحمه البنه سبيسيال، كاين كلشي يعني عصير طبيعي بدون مواد حافظه، حنا كنتكلموا على حوايج طبيعيه، عطا الله، ها البنان، ها البعويد، ها التفاح، ها لافريز، ها لافوكا، ها لي فروي. دونك ان ميلونج دو فروي، نشربوا عصير الفواكه اللي بغينا، خضار ونديروا نجيو الخضار قال لك دابا تنقولوا الحوايج اللي نافعيننا ويخلينا دائما صغار والشباب ولا معان ديال الوجه وما كاينش تجاعيد ما كاين حتى حاجه. هاد الحوايج راه مهمين، الخيزو المندرين هادو فوالا، هادو نصائح. شكرا. الو شرب يوميا على الاقل كاس واحد ديال العصير، نخلطوا هاد العصير الفواكه اللي بغينا نطحنوا نصفيو ونشربوا. الو نتفاداو اكل اللحوم ما امكن، اكل السمك بكثره، ولا كتكلموا على اللحوم الحمراء معلوم واللي الدهون فيها عاليه شويه، فوالا. دونك نتفاداو اللحم ياك، ناكلوا الحوت وناكلوا نباتي، ناكلوا الاغلبيه ديال الوقت الخضروات، البقوليات، داكشي كامل راه مهمين اللي بغى يبقى صغير. استعمال زيت الزيتون في الاكل، راه زيت الزيتون ما ننساوش الويل دوليف سي الويل دو لا ريبرودكسيون، علاش؟ حيت عامره بالفيتامين او. دونك الناس اللي بغاو يولدوا وداك الشيء كامل عليهم بالزيت البلديه، راه مهمه بزاف. الور كيف الكرافسه مهم، بزاف. الاستغناء علاش؟ معلوم القار والتدخين الكحول بحال هذا النهار سبيسيال عندنا حنا الله يهدينا. اش من نهار اش من الفرق كاين بين اليوم وغدا؟ راه كاين غير في مخنا. هذو من الاعداء يمكن ديال البشره، كثره التدخين الكحول. الاعداء الخاصين للبشره التدخين والكحول والاستغناء نهائيا عن الحمامات الشمس. اللي تيمشي تبرونزا، اللي تيبقى في البحر، اللي تيبقى بزاف، اما ممنوع. الا بغى الجلده ديالو ما تشربش. يعني ما نكثروش، ناخذوا احتياطنا فيتامين دي، كنعرفوا ان الشمس كتعطينا فيتامين دي. شوفي والله اختي جاتني واحد الزوينه جات من فرنسا واعره فيها كل شيء. الوغ ديجا فارماسيان وشنو هو سبيسيال كلها باقا صغيره 30 عام. والله تشوف الجلده، والله اختي تشوف الجلده تعطيها 50 من 50 عام الفوق. يا سبحان الله، بدات كلها تتكمش. وداك علاش؟ حيت البرونزاج تعطيه قتله، وجات وعرفات ان فيسمون كوتاني، دونك بداها حيت سيت اختصاص وبيولوجي سون ميم طون فارماسيان بيولوجيست ومزيونه وكل شيء. وحرام اللي شرفات قبل من الوقت. هذاك راه ما كاين، ماشي قضيه فلوس ولا شي حاجه، الفلوس موجودين، الملاير موجودين، تو سكو تو فو، كلشي كاين كلشي. ولكني بحال مثال بسيط، هاد السيده عيقات بالشمس، الافراط بزاف، الافراط وما خرجش كاع نهائيا. الشمس تقيسنا، خاصه هاد الشمس ديال دابا، راه الشمس ديال دابا ماشي هي ديال قبل. دونك من الحوايج اللي مهمين، حتى ما خصناش نتشدوا لا في الماكله، سمعتيني، دائما الوسطيه في الاكل ولا حتى في المعامله في الحياه العامه ديالنا. ما نكونوش ناخذوش لي زيكستريم. كاين مثال بسيط، العيالات تيديروا ريجيم ياك، تيجيبوها في راسهم لي زيكستريم، تيتشدوا الماكله في خطره واحده، تيقطعوا الماكله وكل شيء، ها هما تيضعفوا. غير دوز شويه، غير تشهد شي حاجه بدات تاخذ ترجع تغلط اكثر من الافون. علاش ما مزيانش الواحد؟ علاش انا دائما علاش نطلب دائما من وهذا مضر بزاف للصحه والبشره، لانك تترهل وتعود. شوف راه عندنا وصفات تقدر الواحد راه عطيناهم ومن بعد انا تنتراجع فيها. علاش؟ حيت عارف العواقب. ما كاينش الصبر، ما عندناش الصبر، وخاصه العيالات ما تيصبروش. غليظه خاصها بطع عليها غير تغمض عينات، تحل عينات، قهوه ضعفت وتقادات وتفصلات ورجعت زوينه وكل شيء. تضحكي من انت الاولى. واسمع، علاش عندنا وصفات اللي يطيحوا كيلو في النهار، ولكن ما مزيانش كيلو في النهار غيتجلدوا. باغا تطيح 30 كيلو في الشهر او مالها 7 كيلو 8 كيلو ماكسيموم، ومع شويه الحركه وكل شيء. باش ما غير 4 كيلو، ما المهمين 4 كيلو راه ساهله، والله اختي تا ساهله. سمعتيني؟ دونك حوايج بساط. اش قلنا في الوصفه؟ مثال بسيط نعاودوا بالزربه. الحاجه اللي تنكون قلتها قبل راه تنزرب فيها وداكشي. اش قلنا؟ اي عقار او اي ماده او اي عشبه او اي خضره اللي غنذكروا دابا تطيح 5 كيلو في الشهر بلا ريجيم. بلا ريجيم اختي سميه، البصله، الثومه، الخرشف، القوق، الفجل، الرجله، الخرطال، الحامض، خل التفاح، مريوت، الستيغما دو مايس، حرير الكبال، هادشي كلشي تيضعف بالزربه. الور محساك الا جمعنا هادشي كامل ودرناه بطريقه، راه قلنا هادشي كله رجعوه ردوه سو فورم دو لوسيون، دونك على شكل عصير، نطحنوا كلشي نصفيوه، حنا درنا عصير خلطناه مع الخرطال، زدنا المريوت، حنا عندنا دقه بطله. ما عندنا قلنا وصفه عاوتاني سهل ياك، اشنا هي قلنا؟ الورق الخرشف راه تيذوب. عندنا عاوتاني وصفه سهل، عاوتاني سهل من كل شيء، بنينه ما خايباش، غير زريعه الكتان، واخذوا معلقه قبل الفطور، بعد الفطور، قبل الغداء، بعد الغداء، قبل العشاء، بعد العشاء، غادي تضعفوا. اي حاجه تذوب الكوليسترول راه تذوب الشحمه. الور الاعشاب الكوليسترول، الاعشاب ديال التخسيس ضد الغلظ وداكشي كامل، الاونتي اوبيزيتي ولا البريل غريس راه مهمين، كلهم تيضعفوا. دونك هاد الحوايج شي جبدنا شي ياك. دابا الاعشاب غنهضروا اهم حاجه، دابا عطينا بعض النصائح وداكشي، دابا غندوزوا للمعقول. اشنو هي الاعشاب اللي تخلينا ما نشرفوش، نبقاو بالشباب وطول العمر وكل شيء؟ راه جبدناها، دابا غير غنركبوا هاد الوصفات. راه قلنا هادشي اللي كله اللي تنهضروا عليه اختي سميه دابا راه كنا جبدناه قبل. الو سمعي ها المهم، الجانكو بيلوبا، خليك تكتبي على خاطرك تاتيه. الثوم، هاد شحال ديال الطلبات باش نقيد لهم اليوم هاد الوصفه؟ قلنا الجانكو بيلوبا، الثومه، الثوم، شوكه حمار شاردوماري، ليشيناسيا اكنيسيا، لو جانسينغ عرق الحياه، احمر ولا الابيض، من المستحب الاحمر، وكل ما طال في العمر كل ما كان احسن. بين عريضتين. الوغ اونتر بارونتيز هذه غير المعرفه. الوغ الجنسانك او عرق الحياه راه ما خاصوش يدخل الدواء حتى يدير 5 سنين تحت الارض. من بعد 5 سنين عاد باش غيبدا يدخل في الدواء. هذا القانون ديال الجنسانك. الوغ عندنا الجنسانك اللي عنده 5 سنين، اللي عنده 6 سنين، اللي عنده 8 سنين، اللي عنده 10 سنين، كل عام تزاد الثمن تزاد. مثال بسيط، عندنا لو جنسانك روج اجي 45 عام راه تيسوى اكثر من 300,000 درهم. اللي عنده 90 100 عام 110 سنين 120 سنين شحال تيسوى تحت الارض؟ 25 30 مليون $. ديال يعني السلاطين ماشي ديالنا حنا، ما قادينش على هادشي. هادشي بزاف عندنا حنا، ولكن راه مشهور معروف اكثر من 5000 عام. الوغ قلنا هذه عشبه كتكون تحت الارض بيان سور، عرق الحياه فيها العجبه. اللي يشرف وما بغاش الشباب وداك الشيء عليه بالجنسانك، اللي عنده شي مشكل حقيقي. دونك لي باثولوجي الخبات. طيب استاذ جمال، غادي نتوقفوا في هذه النقطه هذه، فاصل اشهاري ومن بعد راجعين نكملوا الوصفه، نكملوا الوصفه ونعطيو المقادير كذلك. حنا خليناها قلنا كاين بزاف ديال المواد مهمين، هذه الوصفه المعجزه دابا ندخلوا المهم دابا. طيب بعد فاصل اشهاري. الاذاعه اللي كتستمع لكم 24 ساعه على 24. طيب نعود لوصفتنا والتدرج لاول مره، قلنا هذه وصفه معجزه ياك استاذ جمال، خاصه بدا الشباب الدائم. هي باش غنختموا هذا العام. الوغ اش قلنا جانكو، الجانكو بيلوبا، قلنا الثومه، الثوم، قلنا شوكه حمار، قلنا اكنيسيا، قلنا عرق الحياه. دابا غندوزو المورينغا. المورينغا الشجره المعجزه، فيها العجب العجاب، صالحه لكل شيء حتى للضعف. اللي بغى الضعف راه المورينغا ضعفها، صالحه لكل شيء، راه سبيسيال. جبدنا قويله، النعناع العبدي والملقم، هاد حوايج بساط. اش خاسرين؟ نبداو نشربوا النعناع وتيبنوا اتاي، راه لذيذ وبنين بوحدو، راه بنين بوحدو مع شويه ديال الفليو، مع شويه ديال المردوش لا مارجولين، ها بنا عاوتاني اخرى بوحدو مع خزامه مع شوفي والبابونج، تنساو لك مومي اللي مهمه 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 بزاف. الوغ قلنا الجانكو، الثوم، شوكه حمار، الكنيسيا، عرق الحياه، المورينغا، النعناع العبدي والملقم، الرجله لو بوربي، الزعتر، بابونج، الكامومي، لابريل، ما عرفتهاش بالعربيه. موجودة كاين هنا؟ بيان سور كاين كل شيء دابا، كلهم غير أي عشبة ذكرناها العشابة جابوها، الله يحفظهم، الله يعطيهم الصحة والسر. مثال بسيط، سونتيلا أزياتيكا اللي واعرة واعرة، البارح جبدنا المصاصة، جبدناها فاش؟ اختصاص رقم 1 وداك الشيء، اختصاص الرحمة في كونطونك سيكاتريزون ياك، واختصاص الدمايات وكل شيء والعروقة. سونتيلا أزياتيكا جبدناها فاش؟ في الوصفة ديال العروقة، وهي لان دي ميور سيكاتريزون وضد التوتر العصبي وانهيار العصبي. الوغ شو حاجه تجبدنا الحاجه. دونك قلنا النعناع العبدي، النعناع الملقم، الرجله لو بوربيي، لوريغون الزعتر، لا كامومي، بابونج، لابريل، لا جولي رويال، الغذاء الملكي. التركيبه الرباعيه ديالنا اللي هضرنا عليها، اللي قامت عليها حروب، اللي قلنا الانجليز غزات الهند لاش؟ باش تتقلب على البحيره ديال لا جوفونس، ديال اللي تطول العمر، اللي عام فيها اللي يشرب الماء ديالها يفوت 100 عام، دونك يطول عمره ويزيان وكل شيء. الوغ لا جولي رويال، لو بولين، حبوب اللقاح، البروبوليس، العسل الحر، هذه التركيبه الرباعيه الاصليه ديالنا. لوبيبين، الزعرور، لونيون، البصل، لي شو، الكرم، لو سيترون، الحامض، لو سيليري، الكرافس، اي لو بيرسيل، المعدنوس. هادو بساط ساهلين موجودين كلهم عندنا، الاغلبيه ديالهم. تبارك الله ما شاء الله، حنا جايين يا اختي، راه هذا هو اللي بغى الفن، الحوايج البساط. الوغ الجانكو بيلوبا، الثوم، شوكه حمار، اكنيسيا، عرق الحياه الابيض ولا الاحمر، المورينغا، النعناع العبدي، النعناع الملقم، الرجله، الزعتر، بابونج، الغذاء الملكي، لابريل، حبوب اللقاح، البروبوليس، العسل الحر، الزعرور، البصل، الكرم او المكور او الملفوف، دونك لي شو، الحامض، الكرافس، المعدنوس. هادوما الاعشاب ديال الشباب. غندوزو دابا اقنعه الشباب، لي ماسك. هادو واش خلطه كلها نجمعوا مع بعضياتنا؟ حنا جايين اختي سميه، ما سبقيش الاحداث، الصبر. دربانه بانعرف. ايوا بحال كل شيء، صبري شويه. الو حنا جايين نصاوبوا واحد قناع ماسك للوجه دابا اللي غينفعنا للوجه ويخلي لنا الشباب، ويخلي لنا زوين وجهنا ومجبد، ما عندناش تجاعيد، حيدنا حتى الحبوب، يحيد حتى الكلب، فيه العشب، فيه لي كاتر فونكسيون. ما كاينش اكثر من هاد لي كاتر فونكسيون في لو فيزاج: اونتي تاش، اونتي اكنيك، لاندمير، اونتي ريد، واسترانجون. ضد الكلف او الطبيعه السوداء اللي كاين في الوجه، ضد الحبوب اللي كاينين، ضد المسام المحلولين، وضد التجاعيد. هادشي اللي كاين في الوجه ما كاينش ما اكثر منه. هاد القناع صالح ممتاز. مثال بسيط، غناخذ واحد 2 معالق كبار ديال عصير خيزو، السفناريه الشماليين او التوانسه، لي كاروت، جو د كاروت، 2 معالق كبار ديال عصير خيزو، نزيدو عليهم واحد 2 معالق كبار العصير ديال الكرم لي شو، نزيدو عصير واحد الليمونه. دابا كاين لا فريز، نزيدو واحد الفريزه، ولا كاين المشماش نزيدو المشماش، ولا كاين الخوخ نزيدو شويه د الخوخ. دونك دابا في هاد الوقيته، في هاد لا بيريود، عندنا لا فريز، دونك نستعملو فريزه. واحد معلقه صغيره ديال العسل الحر، نزيدو مسحوق الحمص، نخلطو كلشي على شكل كريمه، نوضعو القناع ونخليوه على البشره حسب النوعيه ديال هذه البشره، من 45 دقيقه حتى لجوج سوايع. كانت حساسه ماكسيموم 45 دقيقه، كانت عاديه ساعه حتى لساعه ونص، كانت ميدمه من ساعه ونص حتى لجوج سوايع. نعاودو هذا ساهل، عطيناه قبل هذا. واحد 2 معالق كبار ديال عصير خيزو، لا فيتامين ا، لاندمير، اونتي اوكسيدون. واحد 2 معالق كبار ديال عصير الكرم، واحد العصير ليمونه، واحد الفريزه ولا مشماشه ولا شويه ديال الخوخ، معلقه صغيره ديال العسل الحر، مسحوق الحمص، نخلطوا الكل على شكل كريمه، نديروه لوجهنا. بيان سير وغسلناه 2 خطرات ومسحناه، خليناه غير حيدنا. هذا دائما نديرو، هذا حنا قانون. من بعد منين نديرو شي قناع لوجهنا، شي ماسك الفيزاج، من بعد الماسك، منين نحيدو الماسك، اش خاصنا نديرو؟ ماشي نبقاو نتفرجوا في وجهنا، في البلاصه نديرو دائما، ناخذوه كقانون. دونك بلا ما نبقاو نعاودوا هذا القانون، هذا مشينا عليه دائما. فين ما غنديروا شي ماسك نتبعوه في البلاصه، باش ندهنوا وجهنا اولا البشره ديالنا بالزيت، بالزيوت. مثال بسيط: زيت اللوز، زيت الجوز اللي هو القرقاع، زيت ديال الاركان، زيت الزيتون، زيت الجلجلان، وهلما. الو on peut rajouter l'huile de pépin de raisin, l'huile de bourrage, beaucoup d'huile. الو زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت اركان، زيت القرقاع، وزيت الجلجلان. مثال بسيط، نديرو التخليطه، نيدمو وجهنا، نعمروه ونخليوه ساعه جوج سوايع، تنبغيو نعسو ونمسحو، نعسو الغد نفيقو نغسلو وجهنا، الفن يعجبنا في البلاصه. الا درنا هذا الماسك 3 خطرات السيمانه الاولانيه، الفرق كبير 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 بين سيمانه قبل وسيمانه من بعد. ما حساك لا درنا اختي واحد 4 الاسابيع، واحد الشهر، شهر تيدوز. غمض عينيك، حل عينيك، ها العام، يلا يلا جلسنا هنا، هو قال لك داز عام ياك. الو سمعي، هذا القناع الاول. ندوزو القناع الثاني، ناخذوا واحد 2 معالق كبار ديال عصير البصل، عصير واحد الحامضه، دونك جي دونيون بلس جي دو سيترون بلس جي دو بيرسيل، زائد عصير المعدنوس، زائد واحد المعلقه عصير المعدنوس، شي معلقه كبيره، ها، زائد عصير خيزو الجزر، معلقه كبيره. العنب راه مازال تيدور، عصير ديال العنب، واحد المعلقه كبيره. شنو هما 5 6 العنبات راه داروا لنا. واحد المعلقه كبيره ديال لافوكا، واحد المعلقه صغيره ديال العسل الحر، بيضه بلديه كامله، مسحوق الحمص، نخلطوا الكل على شكل كريمه، نوضعوا في الوجه ونتركوهم. برا القانون بين 45 دقيقه حتى لجوج سوايع على حسب النوعيه ديال البشره. الو نعاودوه. لا خدينا مثال بسيط: 2 معالق كبار ديال عصير البصل، نزيدوا عصير واحد حامضه، عصير المعدنوس واحد المعلقه كبيره، عصير خيزو واحد المعلقه كبيره، عصير العنب واحد المعلقه كبيره، معلقه كبيره ديال لافوكا، معلقه صغيره ديال العسل الحر، واحد بيضه بلديه كامله بلديه بالصفر ديالها، طحنا كل شيء في الميكسر، خلطنا مع المسحوق ديال الحمص حتى يرجع لنا على شكل كريمه، ندوعوا على البشره ونصبروا عليه نص ساعه ساعه الا ربع حتى لجوج سوايع على حسب نوعيه البشره. اش قلنا في القانون؟ غير نغسلوا وجهنا في البلاصه الزيوت. فعال، خذوا الاولاني ولا الثاني، فعال ممتاز. دوك ها جوج ديال الاقنعه صالحين الجمال البشره والشباب ديالها. هذه واحد الوصفه الملكيه. هذه الوصفه بيان سور احسن من الاولانيه، سميناها الوصفه الملكيه. غناخذوا مثال بسيط، غنقعوا غنخمروا الاعشاب اللي غنذكروا دابا، غنخمروها فاش؟ في الزيوت، زيت اللوز، زيت الزيتون، زيت الاركان، زيت الكركاع، زيت الجلجلان، التخليطه اللي عندنا حنا اللي دايرين فيها زيت وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته ولا اللي درتو. اذا خليط دابور ديال الزيوت، معلوم خديتو الزيوت مثال بسيط، ساكوتشير لويل دو بينيون، ولكن ممتاز الوجه، فعال رائع. ولا اكتفي غير بثلاثه الانواع، زيت اللوز اللي بغيتو سمعتينا، وهادو كلهم غنيين غنيين بزاف. الور هاد الاعشاب اللي غنذكرو نخمروهم في هاد الزيوت، هاد الاعشاب غنشدوهم بيان سور نسخنوهم شويه باش تبخر الرطوبه، نطحنوهم نيلوهم مزيان، نغربلوهم بشطاطو الغربان ديال الحرير، ناخذو اون بودر فين بحال الدقيق. السالميه اللي هي لاسوش، اللي هي المريميه، اللي هي عصا الراعي، اللي هي ناعمه المخزنيه، دونك عندها بزاف ديال الاسماء كلشي، تتسمى اوسي الحنينه، قلنا عليها بيت شعري كاع. الور السالميه، الكليل اللي هو اليازير اللي هو الروماران، الزعتر اللي جبدناه، الكامومي، بابونج، الزعرور، لوبيبين، لو جانسينغ عرق الحياه، لو بولين حبوب اللقاح، بيان سور لا جولي رويال الغذاء الملكي، البروبوليس اللي المحافظ خطير مضاد حيوي في التاك بالجراثيم وضد الالتهابات، التركيبه الرباعيه، الكرافس ماشي الحبوب هنا في هذه الحاله، هنا الوراق الخضرين هاكاك الله يرحم والديك العصير ديالهم، المعدنوس نفس الشكل ماشي الزريعه، سي العشبه غضه نيئه الخضراء، الرجله لو بوربي، لي شو الكرم، لونيو البصل، الاي والثوم. غنعدو هاد الوصفه الملكيه. اش درنا؟ شدينا هاد الاعشاب خمرناهم في الزيوت. مثال بسيط كيفاش غنديرو؟ الحوايج اللي غنطحنوهم وغنردوهم عصير، غنحطو هاد العصير بوحدو. الحوايج اللي غنطحنوهم ويرجعوا مسحوق بودره، مثال بسيط عندنا الجانكو غيرجع بودره، الكنيسيا غترجع بودر، المورينغا غترجع بودر، النعناع العبدي، السالميه، الازير، دونك نرجعوا الجانكو ولي شي نصيعه الكنيسيا والمورينغا والنعناع العبدي والنعناع الملقم، السالميه، اليازير، الزعتر، بابونج، الزعرور، عرق الحياة، حبوب اللقاح، البروبوليس، هادشي كله غيرجع ما غندخلو مع هذا، لا هذا الشيء كله غيرجع بودر مسحوق، غندخلو فيه العصيرات او المياه ديالاش. الور مثال بسيط عندنا الغذاء الملكي، لا كان فري راه كاين حتى الناشف في هاد الوصفه، يكون فري احسن من الناشف، حيت شوفي تنتفاداو لو فري ملي نديرو الوصفات اللي غنخمروها واللي تبقى لينا لنا 6 شهور 8 شهور عام عامين، في ديك الساعه الغذاء الملكي تيحمض لينا الوصفه ديالنا حيت هو شويه حامض. في هذه الحاله تنفضلوه الناشف، يكون ناشف باش ما يحمضش لنا ويخسر لنا الوصفه ديالنا. الغذاء الملكي ناخذوه ناشف، ولكن هذا التجميل هذا وداك الشيء كامل، هذا شكل اخر غناخذوه فري اللي كلشي غي هذاك. الور خدينا الكرافس والمعدنوس والرجله والكرم والبصله والثومه، شدينا كلشي طحناه صفيناه، زدنا على هاد العشوب. احسن طريقه ديال التنشاف مثال بسيط عندنا واحد الفرفاره هذاك، ياك تعطينا البرد، ياك نحطوه قدامها نقابلوها نخدموها ونقابلوها، نخليو غير البرد بارد هو اللي ينشف لنا. هذه هي احسن، تفضل احسن طريقه. ما لقيناش كاين الحال سخون او كاين الشمس او لا ما كايناش كاع، كاين نسخنوا الفران نطفيو، ما كاين لا شمس لا والو، مع شويه السخونيه ما يكونش سخون بزاف باش ما يخسرش لنا الوصفه ديالنا او يقلل لنا الجهد ديالنا. غير دافي جهد دافي ونحيدوه. الله يرحم والديك. الور ردينا هادشي كلشي على مسحوق ياك، نشفنا ليه نشفنا ومن بعد طحنا رجع كلشي غبره ياك، رجع كلشي بودره، خوينا عليه الزيوت، تركيبه خماسيه اللي هضرنا عليها في الاول ياك، خوينا عليها هاد الزيوت وخمرناه يوميا نحركوها، بلاصه شويه سخونه ويوميا نحركوها. داز شهر داز شهرين الفن هي 4 شهور 5 شهور، شدينا تنصفيو شويه ونخليو البقيه بالقدام مخمره فيها، نهزو ديك الزيت ندهنوها لوجهنا الفن، خاصه ملي نديرو الماسك 3 لخطرات السيمانه دهنوا به بعد الزيوت فوق انتي بلاص ما غنديروا ديك الخلطه بوحدها، درنا خلطه مركبه شويه معقده ولكن راه الفن راه مجربه راه واعره راه الفن. اش كنت قلت لكم اختي سميه ما باغيش نعطيكم ديال التشاهد والتشعر، وانا غادي كل خطره غادي ونسلسل. ها هي الوصفه وسمعتيني استعملوها وجربوها، ختمنا بها هذا العام عطيناهم شي حاجه سبيسيال الله يحفظهم ويخليهم هذاك الشيء كامل، حنا كنا مغاربه كادو ديال السلام فوالا هذاك. الو الجمال الدائم والشباب الدائم، ها وصفه سهله. هاد الزيت هذا يوميا وسادي جمال ندهنوا به البشره ديالنا ولا البدن ديالنا. الفن بلاتي راه ما عندناش غير الوجه، راه كاين تادات اللي سهل عليه الله بلاص ما غيدير يترو ولا جيترو ديري 10 15 يترو وتنفعوا العام كامل. من الاحسن القناعات والماسكات وداك الشيء اللي نقدروا نديروا، احنا صوبناها لراسنا، راه هادي لا تصوبات راه يبيعوا لكم غير واحد اش نقول لك 15 مليلتر شغيمه معلقه كبيره، والله اختي يبيعوا لكم ب 1000 درهم وتشريوها وفينا هي هالعار غير تلقاوها باش مركبه. احنا نعاودوا بشويه اشنا هو الاعشاب اللي فيها. قلنا اولا الزيوت، زيت الزيتون زيت اللوز زيت القرقاع زيت اركان وزيت الجلجلان ياك، خدينا غير هادو هما فاش غنخمروا الاعشاب اللي غنذكروا دابا اللي شنو هما الجانكو والاكنيسيا والمورينغا النعناع العبدي النعناع الملقم السالميه اليازير الزعتر بابونج الزعرور عرق الحياه حبوب اللقاح الغذاء الملكي البروبوليس الكرافس المعدنوس الرجله الكرم البصل والثوم. وجبدنا هاد الوصفه دابا ياك وكلها راه هضرنا عليها قبل. هاد الوصفه اللي غي يطحن ويتصفى ويرجع ما غنشفوه في لي بودر في المصاحيق، منين غينشف هذاك المسحوق غنشدوه ندخلوه في الزيوت. طريقه الزيوت ماشي ديروا شويه د البودره وبزاف، مثال بسيط ديروا لي كاس ديال البودره ودير لي جيترو ديال الزيت سان مارش با، لا كل توازن. انت الطريقه المثلى الفنه كيف تنديروا دائما المطيشه باش نكونسيرفيو هذا الحك تنغطيوها باش بشويه الزيت. اذا الزيوت اللي غنديروا راه العشوب تيشربوا الزيوت هذاك مازال ما كملناش سلام الوقت بلاتي بالزربه الله يرحم والديك. الو في دقيقه داخليا الوصفه دابا داخليا اللي غناخذو داخليا الوصفه الرباعيه راه هضرنا عليها واحد نص معلقه صغيره قبل الاكل والنوم اللي هي شنو هو العسل الغذاء الملكي حبوب اللقاح البروبوليس. الور وصفه الحامض اللي كنا هضرنا عليها بالثوم والبصل والمعدنوس والكرافس والعسل والماء الدافئ ياك قبل الفطور والنوم ممتازه. وصفه اخرى فعاله ممتازه رائعه اللي بحال ديال السيترون اللي شفنا هي عصير دائما واحد حامضه قليل من الكرم عصير واحد جزره ولا خزوه 4 ديال العراش ديال المعدنوس عرش ديال الكرافس 1 عرش ديال القزبر 1 فص ثوم 4 بصله ولا ثلث بصله ولا نص بصله اللي بغيتو الخيار 1 معلقه صغيره ديال العسل الحر نطحنوا الكل في الخلاط نشربوه قبل الفطور وقبل النعاس. ها وصفه اخرى فعاله للشباب دائما. طيب استاذ جمال ختموا مسك ختموا مع الجمال الطبيعي، شكرا لك جزيلا على كل هذا.